مزيد من المتابعة ينضم إلينا الآن عبر الهاتف الأستاذ إيهاب سعيد، عضو مجلس إدارة البورصة المصرية. أهلا بك يا فندم. أهلا بك يا فندم، أهلا بكل السادة المشاهدين. في البداية، ما تقييمك لأداء مؤشرات البورصة المصرية خلال تعاملات الأسبوع الحالي يا فندم؟ بسم الله الرحمن الرحيم. نقدر نقول يعني إن هي اتسمت بالتحركات العرضية المايلة للصعود. فيما يتعلق بمؤشر السوق الرئيسي اي جي اكس 30، يمكن كان اداؤه افضل نسبيا خلال الاسبوع الحالي من نظيره مؤشر الاسهم الصغيره والمتوسطه اي جي اكس 70. يعني نقدر نقول ان احنا ارتفعنا في حدود 300 نقطه على مدار الاسبوع، باعتبار ان احنا بدانا يوم الاحد قرب ال 11300، النهارده بنقفل قرب 11617، وده مستوى قياسي نسبيا ما شفناهوش يمكن من ثلاث اسابيع. ده بينم على اننا ممكن مع بدايه الاسبوع المقبل ان شاء الله نقدر نقترب من القمه الرئيسيه الاخيره عند 11675، ودي لو تجاوزناها تفتح الطريق ل 12000 نقطه واستمرار للاداء الايجابي. لكن طبعا ده فيما يتعلق بالقياديات او بالمؤشر الرئيسي اللي كان يعني اداؤه اقل كتير من الاسهم الصغيره خلال الاسابيع الاخيره. على الجانب الاخر، مؤشر اي جي اكس 70 يمكن نقدر نقول مع ختام التعاملات النهارده كان تعامل الى حد ما في الجانب الاحمر. يعني لو قيمنا البدايه من بدايه الاسبوع النهارده، هنلاقي ان هو فقد حوالي 10 نقط تقريبا او 8 نقط على مدار جلسات الاسبوع، فده يعني بيأكد على الحركه العرضيه اللي مسيطره على اغلب اسهمه. الاسبوع اللي جاي برضو اتصور ان اللي هيميل المؤشر الرئيسي اي جي اكس 30 لاستمرار التفوق النسبي مع الاداء الايجابي لبعض القياديات، في استمرار الحركه العرضيه مع مؤشر الاي جي اكس 70 اللي بيميل للتحرك تقريبا ما بين مستوى 2400 فوق الى 2350 تحت. طبعا هذه كانت توقعاتك لمؤشرات البورصه المصريه خلال الاسبوع المقبل. استاذ ايهاب، دعني اسالك، ما هي اكثر القطاعات ارتفاعا خلال تعاملات الاسبوع؟ الحقيقه يمكن اللي كان مسيطر نسبيا زي ما قلت حضرتك في البدايه هي الاسهم القياديه. نعم. تحسنت بشكل كبير مع نهايه الاسبوع وبقياده البنك التجاري الدولي كاسهم البنوك. لكن الاسهم الصغيره والمتوسطه والاسهم اللي بنطلق عليها اسهم المضاربيه يعني كانت بتتسم بالحركه العرضيه بشكل واضح، وما كانش فيها يعني حتى مش هقول قطاع، ولكن ما فيش اسهم مميزه بشكل واضح في هذه القطاعات. نعم. او في هذه النوعيه من الاسهم، كلها كانت بتسيطر عليها حركه عرضيه واضحه تماما. صحيح بعضها يعني نجح في انه يحقق مستويات ايجابيه او تحركات سعريه ايجابيه، لكن في الاجمالي كانت تقريبا كلها بتسيطر عليها حركات عرضيه. مع نهايه الاسبوع زي ما قلنا كان في تفوق نسبي لبعض القياديات زي اوراسكوم للاستثمار واوراسكوم للتنميه، كلها بدات الى حد ما تبدي بعض الاشارات الطيبه اللي بتنبئ على الاسبوع القادم ممكن يكون افضل بالنسبه لمؤشر اكس 30. انا بشكرك شكرا جزيلا الاستاذ ايهاب سعيد، عضو مجلس اداره البورصه المصريه، شكرا جزيلا لك.